عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في القناة ديالي شهيوات رشيدة. اليوم ان شاء الله غنحضر معاكم الخبز التركي. هذا الخبز كيجي اكثر من رائع، كيجي خفيف قطني وسهل في التحضير بواحد المكونات اللي بسيطة، بدون دلك بدون عجن، ما كنمسوش بيدينا كاع. ودابا بلا ما نطول عليكم ندوز معاكم تقديم المقادير. بسم الله على بركة الله. عندي نص كاس بهذا المقدار ديال كاس شاي او كاس عنبة، عندي نص كاس ديال الماء دافي، عندي نص كاس ديال الزيت، عندي كاس ونص ديال الحليب، وغادي ندير ثلاثة الكؤوس ديال الدقيق الخاص بالحلويات. يعني الدقيق كيبقى بحسب العجين، نقدر نستعمل ثلاثة، نقدر نزيد نقدر ننقص، انا غنشوف شحال غادي ياخذ معايا ديال الدقيق. عندي نص معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة أو السكر حبيبات، عندي نص معلقة صغيرة ديال الملح، عندي معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز أو هاد الخميرة حبيبات. ودابا ندوزو لطريقة التحضير. دابا فهاد الشبانة غادي نخلطو، غندير داك نصف كاس تاع الماء دافي، ندير داك كاس ونصف تاع الحليب، غندير خميرة الخبز، السكر، وغادي نخلط كلشي مزيان حتى تتفاعل ليا الخميرة. لأنو هاد الخبز كيجي زوين بزاف وكنعتمدو رمضان ان شاء الله، لانه بلا ما تعجني بلا حتى شي حاجه كيجي اكثر من رائع وزوين بزاف. دابا غنضيف الزيت كنخلط، غنستعمل غير هاد الفوي، راه ما كنديروش يدينا كاع. العجين كتبقى تلصق في اليدين. دابا ما قدونيش ثلاثه الكيسان، غنبدا نضيف هذاك الكاس الرابع ونشوف. ندير هاد الملعقة الخشبية، راه ضروري النجاح ديال هاد الخبز كيبقى يتلصق، العجين ديالو كتبقى تلصق. هانتوما كيف ما كتشوفوا، من بعد ما كتجمع ليا العجين هاي كتصبح بهاد الشكل. كيف ما كتشوفوا راه كتجي خفيفة تلصق في اليدين. دابا غندير ليها القليل من الزيت غير باش نجمعها. هيا من بعد ما كملتها، هذا راه المقياس ديال الخبزة. ولا بغيتو ديرو جوج خبزات تضاعفو المقادير. دابا نغطيها بهاد البلاستيك، ونخليها حتى تخمر وتضاعف الحجم ديالها، ونرجع معاكم. ومن بعد ما خليت العجين خمرات حتى تضاعف الحجم ديالها، هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجي الخبز زوين بزاف كيف ما قلت لكم. عندي هاد الصفيحة ديال الفرن، أنا درت فيها الزيت نباتية وغادي ندهنها بهاد الشكل، ما غندير فيها لا ورق طبخ لا حتى شي حاجة،
بعد ما دهنت بالزيت غنضيف فيه الدقيق، ونمشي في الطاوه بهذا الشكل وما كتلصق ما حتى شي حاجه، ونحيد الفائض. ومن بعد ما خرجت من العجين الهواء بهذا الشكل، غنبدا نبسط فيها بهذا الشكل ديك الخبزه. ومن بعد ما قرصتها راه كيبقى فيها تقريبا 1 سنتيم ديال العلو، ودابا غادي نغطي عليها ونخليها حتى تعاود تخمر واحد ربع ساعة تقريبا 15 دقيقة. عندي أصفر بيضة، قليل من الخل، للتزيين عندي الزنجلان أو السمسم، وعندي حبة البركة أو السانوج، يعني التزيين كيبقى بحسب الرغبة، هما اللي غادي نزين بهم الوجه. من بعد ما خليتها واحد 15 دقيقة حتى عاودت خمرات، دابا غنبدا نطراسي فيها. دابا غنستعن بشوية الماء بهذا الشكل وغنبدا نطراس، واخا توصلو بهذا الشكل. قد ما وصفت لكم هذا الخبز راه ما نقدرش نقول لكم شحال كيجي زوين. الشكل دابا من بعد ما طراسيتو غادي ندهنو بداك الصفر البيض، قليل من الخل هاد الشكل. دابا غنبدا نزين فيه داك السمسم بهذا الشكل. ومن بعد غنضيف داك الحبه السوداء حتى هي بهذا الشكل. ملي بديت كندير في هذه الخبزه نوجد فيها، راه شعلت الفران على درجة الحرارة 180، حيت الخبز كيبغي الفران درجة الحرارة عالية. ومن بعد ما طاب الخبز التركي كما قلت لكم كيجي على هذا الشكل، راه كيجي اكثر من رائع وكيجي لذيذ بزاف. اعتمدوا الرمضان ان شاء الله غيعجبكم بزاف، وكيجي خفيف وبطني هانتوما كيف ما كتشوفوا. ونتمنى يكون عجبكم وتجربوا لانه يستحق التجربه. غادي نقطع معكم طريف، شوفوا كما كيجي من الداخل، راه ما خداش ليا حتى 10 دقائق ديال الوقت. بالصحة والراحة، وشكرا على المتابعة،
إلى اللقاء لفيديو جديد إن شاء الله.